بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامح بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله.